أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا إلى هذه التغطية المباشرة المستمرة والتي تأتيكم على القناتين المغربية الأولى والثانية. مرافس سنات مثنى اسماء زوفلاون أرزغات مغربية ثم زوت زوفلاون أرزغات مغربية تسنات زوفلاون على كفر تو سبيسيال أم غزرام أم نوع بقضو ذا الجاية تكمل 22 فيفري ما زيت تجي تسفا سي مليون باش هذه الصوت الصوتي هذه الصوت الغيظي سوداء ويجي ذا الوقت ثورة 62 تحكم تامور الناس 62 بونس الخراف مزاني الجزائريين ثورة إيه مزيان كي فوند كرند أتا كيضان أرتان عند الجزائر ناغ كثر عند الجزائر ناغ يتدي حرن يمجو هذه حر يتدي حرن الشهداء وكيما كان طر واحد السن صفعة ناعدة ورمي باش أنفك الحقوق أنفك زرفاني الجزائريين وكاع حكمنا كان 62 كيتقاني الجزائريين تخرف من ثامورت بوين ثامورت ناغ إيمان السن بوين سيت يتواشولت السن تورا الجزائريين حقارني لا قدر من الجزائر كينا لقنوكني اتسناونا الفيرنمان وكناتر اتسنارا فوفريد الى قن. اذا اعزائي المشاهدين التغطيه مباشره مستمره على القناتين تغطيه الحراك المبارك لفخامه الشعب الجزائري حراك مستمر منذ 22 فبراير وما زالوا على نفس الاصرار ونفس المطالب خاصه مطلب واضح لا غبار فيه وهو على النظام ان يرحل جميعه كل ما هو كل من له علاقة بهذا النظام من قريب أو من بعيد من 62 حتى الآن فليس له مكان في المنظومة الجديدة كما يقولون أهل الحراك. إذا أعزائي المشاهدين اليوم فيه نقاط جديدة يمكن ربما نولي لها نناقشها مع ضيوفنا الكرام. هذا تصريحات نور الدين عيادي الأمين العام لرئاسة الجمهورية حول المرحلة الانتقالية والانتخابات الرئاسية نفس المنوال تسريبات حول ما جاء في تقرير سري لسفير الفرنسي في الجزائر للمسؤولين الفرنسيين إن شاء الله لها موقف طلب الإبراهيمي حول المفاوضات وخاصة إدراج اسمه في قائمة 13 شخصية لإدارة حوار شامل وجاد كما يقول الذين بدأوا هذه المبادرة. نوليو الى تصريحات طلب الابراهيمي وموقفه وخاصه شروطه هو وبعض الشخصيات المعروفه في الحراك. نوليو ثاني البارحه الطلبه كالعاده خرجوا نوليو ان شاء الله الى هذه المظاهرات البارحه وخلفيتها واكيد الجمعه 23 الجايه ان شاء الله وما ماذا يمكن ان نتوقع في جمعه 23.
نحن طلاب الجزائر، نحن آمال الجزائر، طلاب 2019، أحفاد طلاب 1956. النقاش اليوم سوف يكون بحضور عزي عرب، أستاذ عزي عرب الناشط السياسي. السلام عليكم، مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم الزول سليم، السلام عليكم الزول كل المتتبعين للقناة المغاربية. مازال ذم قراني دوكا لي ديتوالين كثيرة تزررت المغرب. مرحبا بك استاذ، يعطيك الصحة، قبلت الدعوة. من الجزائر معنا الناشط السياسي جمال العليلة. سي جمال السلام عليكم، الزوف الله. جمال العليلة لا ربما. السلام عليكم أزول أعزاء أخوي. وعليكم السلام أزول أكمل. جمال يعطيك الصحة اللي راك معنا اليوم. من الجزائر ثاني معنا القيادي من حزب الفافاس مالك سادي علي. أستاذ مالك السلام عليكم، أزول في الله. السلام عليكم أزول فنقران في اللون وتنمية في اللي غرير المغاربية وكذلك دي سدن دي تفرق سوقاتها. أزول يعطيك الصحة أستاذ سعد علي مالك. إن شاء الله يكون معنا الأستاذ وناشط الحقوق من الجزائر الشيخ علي الشيخ حسن عفوا ثاني من الجزائر ناشط جمع ناشط الجمع والسياسي أستاذ معاذ تبيان. وثاني سليمان حميطوش الملصق الوطني لعائلات المختطفين يكون معنا من الجزائر. نبدا معك أستاذ الزهرة، فقط تعليق قصير حول خروج الأسبوعي كل ثلاثاء تجنيد من الطرف الطلبة لمساندة الحراك، كيف تشوف أنت أهمية خروج الطلبة؟ تزورا زول ثم قران مالك سيت مور تزول لي مداكل جمال علي لاش سيت مور سي ان بليزير دو بارطاجي كي كان بلاطو ايسن. الحقيقه الشباب الجزائري وخاصه الطلاب الجزائري الطلبه الجزائريه يعني تتصدى الان جميع المناورات مع اما مع يعني اللي تجي من البوفوار. كل مناورات اللي تجي من البوفوار من السلطه في الحقيقه السلطه اللا شرعيه السلطه الحقيقيه يعني هي الجنرالات. فالشباب الجزائري يعني بينا قدره يعني لا كونسيونس تاعو حتى وين حتى الان ووعيهم السياسي قدرتهم على الحفاظ قدره كبيره على الحفاظ السلمية في كل يعني في كل دون توت لي مارش. وهذا اعتقد ان يدل على وعي عالي للشباب الجزائري، وعي عالي ليزيتيديون الجيريان. يعني انت تشوف ان هذا السلمية وهذا الوعي اللي نشوفه فيه في الحراك يعني يكون بفضل دخول أو مشاركة القوية لهذا الطلبة والأساتذة. يعني الطبقة الأونيفرسيتير عندها دور كبير في توعية هذا الحراك. يعني الجامعة الجزائرية والجامعة بصفة عامة في كل بلدان العالم هي يعني هي توعية، هي مكان توعية لاسوسيتي المجتمع. فالجامعة الجزائرية في التاريخ في الثمانينات وحتى الآن لعبت دور كبير في توعية المجتمع الجزائري. في الثمانين مثلا الحركة الأمازيغية جت من الجامعة وفي وقبل ومن بعد كل خاصة الشباب الجزائري من اللي جاوا من الجامعة هم في الحقيقة اللي وعيوا اللي شاركوا في توعية المجتمع الجزائري. واليوم الجامعة الجزائرية هي تلعب دورها كما ينبغي في هذه الثورة الجزائرية، في هذه ثورة يعني الشعب الجزائري. وهذا يعني في الحقيقة يزرع آمال كبير في أواسط المجتمع الجزائري. الشبيبة هي آمال المجتمع الجزائري، هي آمال الجزائر ككل. والشبيبة أيضا هي اللي حافظت بأمانة الشهداء وبأمانة المجاهدين. عندما نشوف في كل دون توت لي مارش في كل يعني المظاهرات يعني اللافتات اللي يعلقها الشباب الجزائري تعطي توعية كبيرة وتعطي يعني صورة للشباب الجزائري الذي يعني أوهمه الذي يعني لا يطوني لو موند اونتي بهذه الطريقه وبهذه المسيره. رغم تلاعبات
رغم تلاعبات الحكم الحقيقي. جيد جيد، دونك نوليه القضيه هذه تاع الحكم والنظام الفعلي في الجزائر. استاذ جمال، علاش الان حتى بعض يقارنوا يعني حراك الطلبه وجهدهم ومساعدتهم لهذا الحراك يقارنوه مع اجدادهم طلبه في عهد الثوره في 1956 والفوق، يعني كيف تشوف هذه المقارنه؟ يعني توافق الاخ عزيز اللي قال لك على الطلبه وخاصه الاساتذه الجامعيين، هذو في كل البلدان هما لافونغارد نتاع الامم، هما لافونغارد نتاع الحراك والنضال السياسي، وي سون توجور لافونغارد ميم دي بور تروفي لي سوليسيون لازمين، يعني ايجاد الحلول اللازمه لما نعيشوا فيه اليوم حنا. على كل حال الحمد لله اللي على كل كري كنا نقولوا وراهم لي زيتيديون، وراهم لي زيتيديون ما بانوش، وكاع كان خوف، كان يافي ان شاب دو بلون 20 فبراير هذا حررهم، واليوم راهم هما يعني اللي راهم ضامنين استمرار هذا. يعني حبيت نقول لك يعني واش راك تشوف في وجه المقارنه بين مساندة وتأثير دخول الطلبة في الثورة الجزائرية مع هذا التأثير أو مساندة الطلبة والجماعيين في هذا الحراك تاع اليوم؟ هما هي الشعلة راهم حاكمينها هما باش ما تطفاش، هما حاكمين الشعلة، التأثير تاعهم أنه يعني إيجابي وحاسم، وما عندهمش إلا يعني غير هذيك التجنيد فقط، ولكن حتى الافكار موجوده داخل هذا، وحتى يعني كيفاش نقولوا تفادي هذه المراوغات نتاع النظام وهذه المناورات، راهم يتصدوا لها ثاني وبالفكر، يعني راهم يقراوا تحركات النظام وينوهوهم ثاني طبقا للتحركات تاعو ومضاده له. هنا اللي اسمح لي برك يا سليم الى نقدر نقول جوج كلمات فيما يخص الاستاذ دبوس بمناسبه انتهاء يعني هذاك الرقابه القضائيه عليه. نقول يعني نبارك له على الرقابه عليه، ونقول هكذا النضال دائما يجيب النتائج. يعني اون ايتي موبيليزي، درنا حمله كبيره، والحمد لله اليوم رفعوا عليها الرقابه القضائيه. الاستاذ دبوز معروف مناضل حقوق الانسان ورئيس الرابطه، ونطلب في نفس الوقت باش يعني بادرة حسن النيه من النظام باش يفك العزله على غردية اللي صبحت اماره بين ايادي السلطات فصلتها على الجزائر، يعني راهي تسير كاماره مفصوله على باقي الجزائر باش تردها احضان الجزائر باش تسير بنفس القوانين وبنفس جيد. سي جمال بارك الله فيك، درك نولي لك استاذ جمال. استاذ مالك سد علي، يعني من فضلك قبل ما نولي لك عندي هذا التقرير حول، حبيت نتكلم على قضيه الحوار، اهميه الحوار الان، وثاني راي طالب الابراهيمي. طالب الابراهيمي كانت من الشخصيات ال 13 اللي اقترحوها بعض السياسيين باش يكونوا يعني يكونوا من يقودوا هذا الحوار. هو طرح بعض الشروط من جهته، كما طرح نفس الشروط بعض شخصيات أخرى. خلينا نسمع هذا التقرير ثم نولي لك أستاذ.
استاذ مالك من فضلك حبيت نسمع وين رايك حول مبدا الحوار الان. تكاثرت وتعاددت اذا صح التعبير المبادرات والمطالبه بالحوار، وفيه جمعيات كثيره يعني طالبه بحوار شفاف وجاد كما يقولون. اولا انت كيفاش تشوف هذه المبادرات الكثيره في هذا التوقيت؟ شكرا سيدي الكريم. اول بدا بالبدء انا اريد يعني اصحح يعني مصطلح. اليوم من المفروض احنا نستعمل كلمه الثوره وليس الحراك، لان مطالب الشريعه اليوم هي التغيير الجذري للسلطه. إذن احنا اذا كان هذه كلمه المصطلح الثوره يخوف النظام، علاش احنا يخوفنا؟ إذن ففرض المصطلحات لها معنى سياسي وصدى. إذن هذا بدءا بالبدء. ثانيا حوار، هل اليوم يمكن ان نتكلم عن حوار في الوقت الذي هي شروط هذه الحوار غير متوفره؟ اولا من فرض على السلطه اليوم في هذه المظاهرات هو الشعب. إذن ماذا يطالب الشعب؟ يطالب برحيل جميع رموز السلطه والتغيير الجذري باش نروحوا الى حوار. فاليوم التكلم على كلمه استعمال هذه كلمه حوار في الظرف الراهن فهي بالنسبه لي مناوره سياسيه. هل يمكن ان نذهب الى حوار والناشطين السياسيين والناشطين حقوق الانسان يزلون في المساجد في كل جمعه؟ هل يمكن تكلم عن حوار وين وسائل السمعيه هذه البصريه الثقيله في الجزائر وضعت عليها قيود لا تستطيع اليوم ان تتكلم عن ما يحدث في الجمعه او في يوم الثلاثاء ما عدا هذه الوسائل الموجوده في الخارج اظن المغاربيه وبربر تلفزيون؟ اذا اخي العزيز شروط الحوار غير متوفره. اذا اليوم فهو نتكلم عن حوار، فالسلطه هي عاجله لوضع حوار في قالب معين. هل نتكلم عن شخصيات وين السلطه وضعت شروط مسبقه؟ وين الشروط وضعت قالب لهذه الحوار هو الذهاب الى انتخابات رئاسيه بسرعه معينه؟ اذا فلا يمكن ان نتكلم اليوم عن حوار في الظرف الراهن. إن لازم توفير جو ملائم لاجراء حوار سياسي هادئ بدون شروط. جيد. استاذ معنا من الجزائر الان استاذ وناشط الحقوقي الشيخ حسان. استاذنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك استاذنا، يعطيك الصحه اللي راك معنا اليوم. اولا الشيخ حسن حبيت نسمع رايك حول قضيه هذه الدعوات للحوار، تعدد الدعوات من عده اطراف وكل واحد عنده رايه في قضيه الحوار. انت واش رايك هذا قضيه تعدد الحوار هي تدخل لصالح الحراك، هي ظاهره صحيه للحراك، او كما يقول البعض هي تدخل لمصلحه النظام تشتت الحراك؟ كيف تشوف انت هذه تعدد الدعوات حاليا؟ اخي سالم، السلطه في الجزائر تستعمل دائما الحوار من اجل ربح الوقت، وهي غير شاذه في الحوار منذ القديم. والتجارب السابقه التي مرت بها الجزائر تبين لنا انها تستعمل الحوار فقط لربح الوقت. ولو رجعنا فقط للتاريخ القريب في التسعينات فقط وتصريح الجنرال التوباتي الذي قال كنا نستعمل الحوار في تلك الفتره لربح الوقت ولم نكن نؤمن بالحوار اطلاقا. السلطه في الجزائر تستعمل كلمه الحوار لربح الوقت وهي لا تؤمن به اطلاقا، لان للحوار شروط، ومن شروط الحوار ان تناقش فيه كل الامور المتعلقه بالازمه. ويجب ان تعترف السلطه اولا بان هناك ازمه وتدخل في الحوار من اجل مناقشه كل النقاط المتعلقه بالازمه. لكن السلطه اليوم في الجزائر اولا تحاول ان توجه الحوار وجهه معينه وهي في اطار الانتخابات الرئاسيه فقط، ولا تتكلم ابدا في شروط انجاح الحوار. ولا يمكن ابدا ان ينجح اي حوار اذا توفرت شروط نجاحه. ومن بين شروط نجاح الحوار في الجزائر هو اولا ان تحدث هناك يعني اجراءات تهدئه تعيد الطمانينه الى النفوس، وتستطيع يعني يستطيع الجزائريين ان
فترات سابقه او الذين سجنوا اليوم، اعاده العمال المفصولين، لان هناك شريحه كبيره من الجزائريين فصلت عن اعمالها ظلما ولم يعد ادماجها الى الان. كذلك من بين الشروط هو فتح الاعلام امام الاحزاب السياسيه وامام النخبه وامام الجمعيات المدنيه، وكذلك فتح الباب امام الحريات السياسيه. من دون توفر هذه الشروط لا يمكن ان نقول ان السلطه تريد حوار، وانما تحاول ربح الوقت فقط. جيد استاذ الشيخ حسن، كيف تفسر هذه المبادره؟ لم تاتي فقط من طرف النظام، جاءت ثاني من طرف طبقة سياسية تعرف بين قوسين بالمعارضة. يعني ما رأيك في هذه المباراة اللي جت من طرف النظام، ليس فقط من النظام حتى من طرف المعارضة؟ يعني أولا النظام وجد نفسه في مأزق، فهو بين مطرق الحراك الذي أخذ يتطور يوما بعد يوم وأصبح يشكل حرج بالنسبة للسلطة، فهي لابد وطمع طالها من الدهاء إليه. وبين سندان المعارض، المعارضة في سليم اسمح لك بكل صراحة، المعارضة الجزائر منقسمة، هناك معارضة تعارض السلطة ولكن في نفس الوقت تعارض شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري في هويتها وليس لها امتداد شعبي، فهذه المعارضة لا يمكن لها ان تؤثر في مجريات الحوار. فهناك معارضه وما تسمى بالمعارضه الاسلاميه، هذه المعارضه الاسلاميه ارقمت في احضان السلطه ولم تعد مستقله في قراراتها، وهي حسب رايي تريد بقاء هذا النظام، لانها تعرف انه اذا تغير هذا النظام وفتح الباب امام الحريات فإنها تعود إلى حجمها الطبيعي، هذا الحجم الذي لا يمكن لها أن تكون به فاعلة، لذلك فهي تحاول الارتماس أحضان السلطة. جيد استاذ الشيخ حسن، من فضلك كوتري حمايه دوك نولي لك، استاذ عزيزنا عزيزي عربي، يعني هذه الشروط التي يطرحها الكثير من النشطاء، هل يمكن أن نقول هذه كل المبادرات ولدت ميتة؟ لأن ربما هذه الشروط تخالف الشرط الأساسي من النظام، هو لازم الحوار يكون حول انتخابات رئاسية، والكثير من النشطاء يقولوا لازم يكون حوار مفتوح لجميع الآراء والمقترحات من بينها ربما مرحلة انتقالية. سليم، أعتقد أن الحوار بصفة عامة هو يجري في الجزائر كل جمعة وكل ثلاثاء. إذا ما نأخذ الحوار يعني تبادل آراء بين شخصيات وأحزاب سياسية وممثلي مثلا من المجتمع المدني وبمختلف فئاته وبمختلف نخبه، فنجد أن هناك حوار بين في المجتمع وفي إطار المجتمع الجزائري، في كل مجتمع الجزائري، كل ثلاثاء، كل جمعة، كل ما يخرج الشعب الجزائري الى يعني سو لا بلاس بوبليك هو عبارة عن حوار بين كل الجزائريين. ولكن الحوار السياسي باش نخرج من هذه الأزمة عنده شروط كما قالت يعني الإخوة اللي تكلموا من الجزائر، يعني هنا شروط قبل الحوار، شروط عندما يبدا الحوار في اطار الحوار، وشروط بعد الحوار. قبل الحوار هل يمكن اننا نروح للحوار كما راهو يعني يحتم عليها يحتموا علينا الاخرى لو بوفوار تلك امبوزي بار لو بوفوار؟ هل يمكن نروح في هذه الوضعيه؟ وقالها مالك في هذه يعني دون سيت سيتياسيون اسكيا بوسيبيليتي دان ديالوج سيريو؟ ما كانش. ما تقولنيش أرواح نحن نتحاوروا وانت عندك نقطة واحدة هي انتخابات رئاسية، هذا لا يمكن. الجزائر وهذا لازم يعرف البوفوار ريال، لازم يعرف بلي وقايد صالح لازم يعرف بلي الجزائر راهي في أزمة خطيرة، راهي في أزمة خطيرة. تلاعبات باسم الحوار ولا باسم الشعب ولا بخلاص، لأننا الوضعية هذه راهي تدينا لحاجة واحدة أخرى. الحوار هو أولا شروط قبل الحوار.
صرح كل الناس اللي ديتهم الحبس بطريقه ديكتاتوريه هذه الاولى. ثانيا لازم اطلاق كل الناس اللي راهم في الحبس. ثانيا إليا التلفزيونات الجزائر لي ماس ميديا الوسائل الاعلام راهي عندك، راهي حكمت عليها، ما بغيش تخلي الشعب يتكلم في هذه. حتى السياسيين شفت كالسياسي دو لوبوزيسيون اللي راح يتكلم في التلفزيونات الجزائر، لا تاعهم تلفزيون الجزائر اللي زون دوميستيكي يعني التلفزيون تاعهم. كيفاش تلفزيون ديها لارمي ديتها والشعب كامل حبيت تكمل ثاني شعب؟ اعتقد ان اليوم الجزائر رانا في وضعيه تاريخيه يعني تري تري امبورطون كيما الاستقلال، كيما الاستقلال. اما ان تكلمنا الان على الشبيبه الجزائريه وعلى لي ستوديو الجزائريين، اعتقد التاريخ يسجل لهم ويسجل لهم يعني بكلمه ذهبيه يعني دور الشبيبه الجزائريه في هذه الثوره. وقال مالك شوي داكور بك لوي عباره عن ثوره في هذه الثوره، ولازم يكون يعني ان شونجمون راديكال، ان شونجمون راديكال تغيير راديكالي باش نروحوا الى جزائر الى ديمقراطيه ثانيه الى ديمقراطيه حقيقيه. جيد جيد سي جمال العليلاش، الان حسب ما فهمنا ان هذه دعوات الحوار كلها اللي هي لهدف انقاذ هذا النظام، واش تقول في هذا الراي؟ شوف اولا سي سالم باش يكون حوار لازم يكونوا جانبين يعني اطراف اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. احنا في الحاله الجزائريه كاين سلطات، كاين سلطه الشعب وثورته يعني بما يعني الشعب باكمله يعني بمؤسسته وشعبه يعني حتى الجيش راهو داخل في نفس هذا في هذه الثوره، راه مشارك في هذه الثوره ولو ما عندوش ماهوش يخرج معنا في الحراك، مي راهو قلب معنا. دونك كاين بعض الشخصيات اللي عندها راهي تتميز بقليل من السلطه اللي نزعتها من الشعب وما زالت متحفظه بها. اذا الحوار هنا لابد يكون ما بين طرفين، الجيش او قياده الجيش، لان الجيش راه مع ثوره كما قلنا، الجيش او كل الاسلاك الامنيه راه مع الثوره، وكاين الثوره هي السلطه الوحيده الموجوده اليوم، الاقوى سلطه الموجوده في الشارع ولا في الميدان. وهذه السلطه تاع الثوره هي اللي راهي تعطي غطاء شرعي لبقاء هذ الناس اللي راهم في السلطه وراهم يعالجوا موضوع الفساد وكذا، راهم يعالجوه بكل شرعية لأنهم يختبئون وراء ثورة شعبية. وفي الدول العالم كامل ما تقدرش تدخل في شعب راهو في ثورة، يقول لك خليه الشعب يكمل مع الثورة تاعو ومن بعد نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع اللي يبرزوا في الثورة. إذن هذا النظام راه يخدم، راه يربح في الوقت أو يقول روحوا الحوار مي ماشي معايا. إذن الكلام فارغ، تقول أنت روحوا الحوار مي أنا ما تدخلونيش في الحوار. اللي عنده السلطه نتحاور معاه، اللي عنده جزء من السلطه نتاع الشعب وراه متمسك بها وما حبش يرجعها للشعب يعني راه مغتصبها. خاطرش السلطه اليوم كاينه سلطه واحده في البلاد، كاين سلطه الشعب، ما عندنا لا دستور لا والو، السلطه رجعت اوتوماتيكمون للشعب. الشعب اليوم هو الوحيد اللي عنده السلطه وهو اللي يملي على الكل المسار الذي يجب ان يتخذ من طرف كل المؤسسات. ومن خلال ماذا؟ من خلال الشعارات التي يرفعها هو كل يوم وكل جمعة. عنده مطالب وهو ماهيش مطالب في الحقيقة. الشعب لا يطلب اليوم لأنه هو السلطة. الشعب يفرض لزاما واش لازم يندار. درك الناس هذول لما يقولوا لك ديروا حوار، هذ الناس اللي راهم يديروا المبادرات، راهم يتكلموا على مبادرات حوارية. هذو الناس هي الزبنيه التقليديه نتاع النظام اللي تحب دائما تتمركز، راهي تكون لجن ومنتديات وكذا، وتحب تعجب للنظام يعني للجيش باش تتقرب منه وربما تفوز بمزايا كما سبق. خلاص هاد الناس مازال ما على بالهمش بان هذا الشعب هذا والشباب هذا، وخاصه كي خرجت الجامعه ودخلت الجامعه، خلاص هاد الناس هادو فاتهم الوقت، راهم ما راهمش
خلاص لا 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 يعني لا الاسلوب القديم اللي كانوا يستعملوه هذه الاحزاب اللي انا نسقي لهم احزاب المشاركه، ها ما نسميهمش احزاب المعارضه، انت تقول بين قوسين المعارضه بصح انا نقول احزاب المشاركه. هذاك الاسلوب تاعهم خلاص كلا عليه الدار وشارب، عرفنا نتائج 30 سنه هما هنا وهما دايرين واجهه مدنيه لنظام ديكتاتوري. جيد درك شاب وجيد السيد جمال العلاش من فضلك. جيد واضح سيد جمال العلاش من فضلك وتريح معايا. نولي لك استاذ مالك سعد علي، يعني الان الحوار لو يعني الذباب الالكتروني صح تعبير او اللي راهو قراب للنظام يقول ان النظام عنده مقترحات جاده، يقول فيه ضمانات ارواح وحنا نعطيكم الضمانات الكافيه باش يكونوا انتخابات رئاسيه جاده وشفافه، ثم تجيبونا واحد رئيس جديد، لان الان الواقع يقول ان ما عندناش رئيس شرعي، ما عندناش مؤسسات شرعيه، كي يجي رئيس جديد هو اللي يقوم بالتغيير كما يريده الشعب حتى يكون كل شيء دستوري وكل شيء يكون قانوني، ولا ما نروحوش الرئاسيات بضمانات واضحه بعدين يكون فيه تغيير. شكرا سيدي الكريم. اليوم رانا امام معادله، لازم نطرحوا السؤال هذا الطبقة السياسية وهذا الموجودين في السلطة، أي السلطة الفعلية اليوم التي أصبحت ظاهرة. كانت بكري هذه السلطة الفعلية مخفية، اليوم أصبحت ظاهرة. هل نريد الذهاب إلى تداول طائفي؟ راكم تسمعوا؟ نسمع فيك أستاذ، نسمع فيك أكيد. هل نريد الذهاب إلى تداول طائفي؟ أي تغيير رئيس برئيس، معناتها تغيير رئيس ينتمي للزمرة سعيد بوتفليقة وتوفيق جماعته برئيس ينتمي إلى زمرة القايد صالح، أم نريد تغيير ديمقراطي التي تعني بتغيير النظام بأكمله؟ أظن أن هذا النظام راه يتحايل باش يزور الطبقة السياسية في الجزائر وخاصة استعمال الزبنية نتاعه القديمة والحديثة إلى تغيير رئيس برئيس، والمعالم تتضح يوم بعد يوم سيد الكريم. فتغيير الولاد وتغيير القضاة الذي منتمين إلى الزمرة السابقة بأولاد منتمين إلى الزمرة الحالية فهي من بين المعالم التي تبين وتبرهن لنا وتعطي دليل آخر بأن هذا النظام ذاهب إلى تغيير رئيس كل ينتمي إلى زمرته برئيس ينتمي إلى الزمرة الحالية. وهذا من البداية من 22 فبراير أين أراد النظام أن يكتفي برحيل بوتفليقة والأقارب نتاعو الذي اليوم راهم قول في سجون، بينما الشارع ابتداء من الجمعة الثاني كان يطالب بتغيير النظام بالمعنى بالكلمة الشهيرة والمصطلح الشهير المستعمل بتروحوا كاع، معناه تغيير كل نظام. إذا اليوم في الحيلة أن السلطة الحالية تريد جر كل الطبقة السياسية إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن بدون توفير شروط النزيهة، ليس للانتخابات ولكن بتغيير النظام ككل. وبالتالي فالتجارب الموجودة في كل بلدان العالم التي نجحت فيها الديمقراطية أو نجحت فيها التغيير انتقال ديمقراطي هي وضع الشروط لمرحلة انتقالية حقيقية، وين في هذه المرحلة الانتقالية نحضر لمرحلة أخرى أين نضع الدستور للبلاد. فانتخاب مجلس تأسيسي مثلا فهو قفزة نوعية تقضي على النظام السابق وتحضر شروط نظام جديد ديمقراطي، وهذا ما لا يريده هذا النظام اليوم. جيد جيد بالتالي عن أي حوار يتكلمون. جيد أستاذ الشيخ حسن، يعني الآن مع هذه الشروط التي تضعها بعض الشخصيات اللي يمكن نقول أن ربما عندها شرعية أمام هذا الشاب، يقول البعض يقول أنها شروط تعجيزية، وهذا ربما يقتل الحوار قبل ما يبدأ، وهذا يخلي الجزائر تمشي في طريق مجهول. واش تقول في هذا الكلام؟ شو حسن؟ أخي سليم،
لا يمكن الذهاب الى انتخابات في الجزائر اليوم. المشكله ليست في الرئاسه، المشكله في حل الازمه السياسيه التي تمر بها البلاد. والسلطه في الجزائر تحاول الذهاب بسرعه فائقه الى الانتخابات الرئاسيه متجاهله المشاكل الحقيقيه التي تعيشها البلاد. لا يمكن ابدا ان نبدا في حوار الا اذا توفرت الشروط كما قلنا لاجرائه. واعتقد انه اليوم لماذا السلطه متحرجه من كلمه المرحله الانتقاليه؟ لماذا لا نسميها تهيئة الأجواء من أجل الذهاب إلى انتخابات حرة حقيقية نزيهة تفضي إلى تغيير النظام؟ لأن الحراك الشعبي اليوم لا يطالب بالانتخابات الرئاسية، هو يطالب بتغيير النظام، والنظام يتمثل في الأفكار وفي الأساليب وفي الأشخاص. إذا كان النظام اليوم يتبع نفس الأساليب القديمة، نفس أساليب العصابة، ويمشي وفق أفكار، نفس الأفكار التي كانت تمشي بها العصابة وكانت تمشي بها يعني الشخصيات القديمة، لماذا إذن نذهب إلى انتخابات؟ لو بقينا في عهد العصابة الأولى وفي عهد الرئيس بوتفليقة لكان يعني هو نفس الشيء اليوم. لماذا نضيع الوقت على البلاد والبلاد مقبلة على مرحلة حساسة؟ إذن على السلطة الآن أن تعود إلى رشدها، وأن تعرف أن هذا الجو ليس جو انتخابات، وأن تقوم بإجراءات فعالة وفاعلة من أجل كسب الثقة من الجزائريين والذهاب إلى تغيير النظام، ليس تغيير الأشخاص. النظام في أسلوبه، في أفكاره، في ممارساته، لكن إذا بقيت نفس الأفكار ونفس الأساليب ونفس الممارسات فإننا لم نفعل شيء. ممتاز، واضح. شكرا أستاذ الشيخ حسن، أستاذ الناشط الحقوقي، كان معي من الجزائر. شكرا جزيلا. معنا الآن من الجزائر أستاذ معاذ تباينت عفوا، ناشط والناشط الجماعي والسياسي. أستاذ معاذ السلام عليكم. أزوف لك. أهلا بكم. مرحبا بك أستاذ. أنت كلمة قضية الحوار وأهمية الحوار وشروط التي طرحتها بعض الشخصيات في الجزائر. من الجهة الأخرى السؤال من بعض النشطاء يقولوا لماذا النظام يرفض رفضا قاطعا كلمة المرحلة الانتقالية، وهو يؤكد على انتخابات رئاسية بأسرع وقت. يعني أنت رأيك في هذا النقاش، لماذا هذا النقاش، لماذا النظام يرفض قضية المنطقة يعني المرحلة الانتقالية حاليا؟ لا للاسف انقطع الخط من المصدر. استاذ ازدارب، يعني لو نتكلمون لقضيه رفض النظام لاي مرحله انتقاليه، بعض الضيوف يقول لك لازم النظام الان يرجع الى رشده ويفهم ان القضيه الان هي قضيه شعب واراده شعب، ما كاش اللي يمكن باش يكسر هذه الاراده. صح حسب تصريحات النظام هو مازال في اصراره ومازال في خارج طريقه، واخر التصريحات هي الامين العام لرئاسه الجمهوريه أستاذ نور الدين عيادي، ويؤكد على أن المرحلة الانتقالية هي مرحلة ما تجيبش الخير للجزائر. خلينا نسمع هذا التقرير حول قضية موقف النظام أمام هذه المطالب للمرحلة الانتقالية. نولي لكم.
الجمهور يقول عاد الينا استاذ معاذ تباين الناشط الجمعوي والسياسي من الجزائر. سي معاذ السلام عليكم مره اخرى. تكلمنا على قضيه وعليكم السلام. تكلمنا على قضيه خيار المرحله الانتقاليه حسب كما شفنا في التقرير النظام يرفض رفضا باتا يعني هذا الاوبسي وهذا الخيار لانه حسب رايه يقول انها تفتح باب للفوضى والمغامره والتدخل الاجنبي. واش رايك في هذا المبررات؟ في قضية المرحلة الانتقالية في مغالطة كبيرة جدا، يستعملون هذا المصطلح على أساس أنه يرمز إلى مطالب المجلس التأسيسي وما إلى ذلك. الأصل أن البلاد الآن هي في مرحلة انتقالية منذ عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. يجب أن نتفق جميعا أن البلاد الآن في مرحلة انتقالية، مؤسسات الدولة معطلة، اقتصاد معطل، يجب أن يأخذوا على من باب الجد أنها مرحلة انتقالية والشعب يرفض هذا الوضع القائم الحالي لأن الحكومة مرفوضة والرئيس بن صالح أيضا مرفوض. إذا لما يتكلم أمين عام للرئاسة، أولا أمين عام للرئاسة من يكون أمين عام للرئاسة حتى يدلي بتصريح ويعطي رأيه في مسألة تخص الشأن العام الرئاسي في البلاد؟ هل أمين العام للرئاسة هو مصدر منصب إداري أم منصب سياسي؟ هنا في خلط، هناك ارتباك كبير في دوائر الحكم في الجزائر الان. اطلقوا مبادره حوار ثم يربحون الوقت حتى اعلان من سيقود هذا الحوار. ربما المرحله الانتقاليه الدوله هي تقصد بها مطالب كل ما هو مجلس تاسيسي والبدايه من الصفر التي ممكن قد تتعارض مع مصالح الكثير من الحاكمين الحاليين في البلاد. جيد. بصح الاستاذ معاذ، يعني الان لو نرجع الى قضيه الحوار، في شخصيات تقترح بعض الشروط، البعض يقول هذه الشروط ربما تعجيزيه لان حسب النظام كما قلنا وكما قلت هو يؤكد على الخيار رئاسيات. هل اذا هذه الشروط تعتبر قتل لحوار، اي حوار جاد مستقبلي يعني؟ وهذا ربما البعض يقول ربما تفتح باب للفوضى كما تكونش الحوار، ماذا يكون إذن؟ كيف تشوف هذا المعادلة يعني حاليا؟ حاليا لا يمكن أن نعتبر أن الشروط التي فرضتها بعض الشخصيات شروط تعجيزية. إذا اعتبرناها شروط تعجيزية يعني أننا نعتبر بصفة مباشرة أن مطالب الحراك تعجيزية أيضا. لا يمكن أن نقول أن إطلاق سراح المعتقدين أو رحيل حكومة بدوي يصنف من ضمن الشروط التعجيزية حاليا. يجب على السلطة القائمة حاليا أنها تنصت إلى صوت الشارع قبل أن تنصت إلى صوت هذه الشخصيات. هذه الشخصيات ستتحمل مسؤولية كبيرة وهي تبني مطالب الشارع، لأن هذا الحوار عنده خصوصية. الخصوصية أن مؤسسات الدولة حسب خطاب بن صالح الأخير ستلتزم بالحياد. إذا ليس هناك تفاوض مباشر بين السلطة وبين معارضة أو فعاليات معينة. إذا هي تلبس شكل المشاورات اكثر منها حوار حول انتقال ديمقراطي او تغيير نظام. لذلك من توكل اليه مهمه قياده هذا الحوار هو مجبر بالبدايه ان يتبنى مطالب الشارع لكي تكون له مصداقيه، والا فان الشارع جاهل لان يضرب عرض الحائط كل مخرجات هذا الحوار كما ضرب عرض الحائط من قبل المواعيد الرئاسيه السابقه. جيد. استاذ عزيز عرب، هل تخوف النظام لأي كلام حول مرحلة انتقالية؟ مبرراته كما قلنا، كما قال الأستاذ نور الدين عيادي، فيها مباراة الفوضى والتدخل الأجنبي والدخول في مغامرة. كيف تشوف يعني هذا التخوف، خاصة أن الحراك هو واضح يعني هو غير تغيير جذري وحقيقي، وانتخابات رئاسية الآن لن تكون حلا لهذا المطلب يعني ليس من مطالب الحراك حاليا. يعني بكل صراحة الإنسان تعجب كي يسمع يعني الأشياء مثل هذه. 20 سنة فوضى، 20 سنة حكم فوضوي، حكم سراقين، حكم اللي نهبوا كل البلاد، واليوم يتخوفوا من الفوضى وكأن الفوضى تأتي من الشعب. سوني با فري، سوني با فري. الشعب يحب بلاده أكثر من المسؤولين، على خاطر المسؤولين يحبوا البترول، اما الشعب يحب بلاده دون توت لي سيتياسيون.
في الثوره بوندون لا غارد ليبراسيون كانوا مسؤولين في دون تو لي بي دو موند، ولكن الشعب كان في اواسط النار، في وسط النار تاع فرنسا وسبع سنين، وان شاء الله الحمد لله استقلت الجزائر. اطروحه او المشكل اللي طرحه الشعب الجزائري واضح، نحن نريد يعني باش يروح هذا كل النظام وكل ما يمثل النظام لازم يروح، هذا اولا. ثانيا نريد نمشي الى الديمقراطيه الثانيه، لا دوزيام ريبوبليك، ولا دوزيام ريبوبليك ما نقدروش نبنيوها بهذوك الناس اللي هدموا البلاد، ما نقدروش نبنيو دوزيام ريبوبليك بابن صالح ولا بقايد صالح ولا نيمبورت كي اللي هدم البلاد. دونك اجوردي انا اعتقد ان الشعب كان يعني طرح مشكل الشعب واضح، نريد استقلال الشعب الجزائري. باش يستقل الشعب الجزائري لازم يبدل النظام من النظام الديكتاتوري نروح الى النظام الديمقراطي، هذا هو اللي يريده الشعب الجزائري، هذه هي مطالب كل الشعب الجزائري وبكل فئاته. فالنظام المشكل تاع النظام هو يعني هو يريد في الحقيقه انتخابات رئاسيه لتمديد حياه النظام، هذا هو المشكل. النظام يريد تمديد حياته، يعني يريد 20 سنه بالك واحد اخرين، اما الشعب قال بركات 20 سنه كما قالوا في 62 سبع سنين بركات، واليوم وهذوك السبع سنين بركات. نقول لكم علاش جات، باسكو الناس كانت تدير ثوره والناس كانت توجد انقلاب لثوره. نهضروا على لارمي دي فرونتيير وكل الناس هذوك اللي جاوا من لارمي دي فرونتيير باش يستولوا باش يديروا انقلاب على الثوره، انقلاب على لا ليجيتيميتي هيستوريك، على لا ليجيتيميتي بوبولار، وانقلاب على كل الشعب الجزائري في 62 في صيف 62. دونك اجوردي الشعب يريد كل يريد انتخابات، ولكن انتخابات ما نقدروش ندير سي توتا في نورمال نروحوا الانتخابات. اعتقد ان في كل يعني بلدان العالم في كل دون توت لي لوجيك يعني دون توت لي ديموكراسي لازم تكون انتخابات، ولكن هل يمكن اليوم اننا يعني نديروا ثقه في هذاك الوالي اللي زور بوندون 20 طون انتخابات، ولا في هذاك الشيف الدائره، ولا في هذاك وزير وزير الداخليه، وزير اللي هو اليوم رئيس الحكومه؟ اسكون بو لي فير كونفيونس؟ سوني با فري، سوني با فري. اذا الشعب الجزائري قال لك 20 سنه بركات لابد ان نروحوا للجمهوريه الثانيه. الجمهوريه الثانيه كيفاش تجي؟ وبديت على الحوار سليم كيفاش تجي؟ نعم حتى قالت الجمهوريه الثانيه هذه في كلام يقول ربما عمرنا ما عشنا في جمهوريه اولى باش حنا نطلبوا الجمهوريه الثانيه، هذا ربما فيه لا. الجمهوريه الاولى بالنسبه لي انا، بالنسبه لي بالك كما اللي خمو كما انا، هي جمهوريه الجي بي ار غوفرمون بروفيسوار دو لا ريبوبليك الجيريان، والجمهوريه الجي بي ار اللي خلق في ثوره يبان الثورة الجزائرية خلقوا اون ريبوبليك، وهي لا ريبوبليك اللي تستمد نورمالمون تستمد لا 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 يعني وجودها من مؤتمر صومام، ما نسيناش يعني من لي ريزوليسيون دي كونغري دو لا صومام. لو كان في 62 احترمت الناس اللي جاوا من وجدة، الناس اللي جاوا فوق الشار باش يديروا انقلاب على الثورة الجزائرية، لو كان احترمت لي كونغري دو لا سومام ما وصلناش للدرجه هذه. وكان خلاو الجزائر يمثلها كانت المجلس التاسيسي بن بلا اللي داروا انقلاب، اللي داروا انقلاب، والمجلس التاسيسي كان يدير يعني لا كونستيتيسيون تاع الجزائر، تاع الجزائر ديمقراطيه، اون الجيري سوسيالي ديمقراطيك. ولكن المشكل يعني هو في يعني لو كو ديتا اللي داره بن بلا وبومديان وبوتفليقه وكل هذا الجروب هذا اون 62 ورانا نعيشوا. بالنسبه للحوار سي توتا في نورمال، انا قلت هنا ان الحوار سي اون فيرتو سيفيليزاسيونيل، سي توتا في نورمال. توت لي كير فينيس اوتور دون تابل، اجوردي يا اون ريفوليسيون باسيفيك لازم اي دوا فينير اوتور دون تابل، ولكن كاين افون الحوار بوندون الحوار اي ابري الحوار. بو افون الحوار سي قلناه وقالوه الاخوه من الجزائر بوندون الحوار، انت دوكا تجي يا سليم ديريير ان شهر ولا في سور ان شهر تمدي لازم نروحوا للانتخابات الرئاسيه، ما راكش تحاور معايا تحتم عليا شروط تاعك، سي فو، ما يقبلها الشعب. الا رفوزي داروا دو دات
pour les élections présidentielles. الشعب ما قبلهاش اللي زار رفوزي يديروا ومازال هاد يديروا دي دات يقدروا يديروا جو سي با موا يديروا وحدهم الانتخابات الرئاسيه. الشعب هاو معول هاو الى ديسيدي ما يخليهمش يديروا الانتخابات امبوسيبل. اي بعد الحوار وقالها احمد طالب الابراهيمي لازم تكون لجنه وهذه اللجنه لازم تكون عندها كل الحريات باش تاخذ كل صلاحيات باش تاخذ دي ديسيزيون باش تاخذ دي ديسيزيون سينو ولا انت تحتم بارستيو الجنرال ماجور تحتم ثانيك دي ديسيزيون تو با ديكتي خلاص الوقت هذاك وانت ديكت لي جاي جاي. استاذ امالك سيد علي حبيت نولي لك في قضيه سلميه هذه هذا الحراك و يعني صداه امام العالم كله يعني العالم انبهر امام هذا الاصرار وهذا السلميه وهذا جماعة اطياف المجتمع بالملايين بالملايين يخرجوا كل جمعه وهذه جات خلقت ربما ولا تسبت في تصريحات بعض السفراء ويعني ثمنوا في هذا الحراك ربما راهم يساندوا في الحراك بطريقه مباشره او غير مباشره. والتصريح الاخير هو جاء من السفير البلجيكي دار تصريح جريء ان صح التعبير خاصه في هذه الظروف وثمن سلميه هذا الحراك. خلينا نسمع التقرير حول تصريحات السفير البلجيكي ونولي لك. أستاذ مالك كيف تقيم أهمية مثل هذه التصريحات خاصة في وقت وين كان فيها الآن لريمير ربما النظام يحاول إخراج هذا الحركة هذا الحراك من سلميته وإيجاد مبررات لمحاولة تكسير هذا الحراك؟ كيف تشوف هذه التصريحات من سفير الكندي ما نسوهاش وهذا السفير البلجيكي؟ شكرا سيدي. أولا لازم نتكلم ان في عندنا في الجزائر اليوم ازمه سياسيه. هذه الازمه السياسيه ليست والده اليوم. هي الازمه السياسيه التي حدثت بعد الاستقلال التي لم تحل بطريقه ديمقراطيه الى يومنا هذا، فندفع اليوم ثمن كل هذه الاخفاقات والتحويلات لثوره تحريريه. وبالتالي فعوض نتكلم عن حل وجود حل لازمه سياسيه وهذا يرجعني للحوار. هل نريد حوار لإيجاد حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد أو لذهاب إلى انتخابات رئاسية؟ هذه هي المعادلة المطروحة اليوم. إذا الشعب يريد حل الأزمة السياسية بمساعدة النظام على الرحيل والنظام يريد ذهاب إلى انتخابات رئاسية. أما فيما يخص ردود الأفعال الدولية كلكم تعرفون أن عندنا نوعين من ردود الأفعال. عندنا الدول التي ليس لديها مصالح مادية كثيرة معتبرة مع السلطات الجزائرية، وعندنا الدول التي لديها مصالح مباشرة مع ما نسميه بالجزائر الرسمية. فمن هذه الإعلانات الكندية والبلجيكية نثمنها، يعني تعطينا نفس جديد وتشجع إذا البلاد بأكملها شعبا ونظاما بالذهاب الى مرحله انتقاليه الى ديمقراطيه حقيقيه. بينما العائق الاساسي اليوم بالنسبه لي هي فرنسا الرسميه، ليس فقط في التصريحات لان احيانا فرنسا تعتمد الخطاب المزدوج، التصريح حاجه والمعاملات حاجه اخرى. فالروابط القويه والمصالح القويه الموجوده بين الجزائر الرسميه والجزائر فرنسا الرسميه هي العائق الكبير والاساسي لديمقراطية الحياه السياسيه في الجزائر. فحتى في التسعينات
كلنا نتذكر الأزمة التي عشناها واختطافات والاغتيالات والتعذيب، كلما لجنت الدفاع لجنة دفاع حقوق الإنسان وحتى اللجنة الدولية للتعذيب كلما تريد الضغط على هذه الحكومة لتخلي هذه الممارسات إلا وأن فرنسا تتدخل لمساعدة الجزائر الرسمية. إذا صبحت المناضلة الأساسية إلى جانب الجزائر الرسمية، وبالتالي اليوم في الحقيقة تصريحات الكندية والبلجيكية وأخير وتصريحات أخرى حتى سويسرية الأخيرية كندية مشجعة بالنسبة لنا، نعم، ولكن مع الأسف العائق هي فرنسا التي تعتبر نفسها بالنسبة لها هي الوصية. لا يمكن لأي شيء أن يحدث الجزائر بدون إذن وصية الفرنسية جاي. بالنسبة لحكامنا جاي. إذن اليوم فأنا لازم نخرج من هذه القيود، فنحن نماضي ضد التدخل الأجنبي بكل أنواعه. فاليوم الذي ينادي إلى التدخل الأجنبي هو النظام، هي هذه السلطة التي تنادي بالتدخل لمساعدتها للبقاء في الجزائر لحماية المصالح هذه الدول التي تساندها. جيد أستاذ مالك سعد الله سعد اللي عفوا القيادي من حزب الفافاس اللي كان معي من الجزائر، شكرا جزيلا. سي جمال علناش نريدك في قضية، سمعنا الأستاذ مالك يعني تكلم قضية موقف فرنسا الرسمي والعلني، يعني ربما فيه اختلاف بين الموقفين. كان هناك الآن يعني فيه كانت تصريبات من طرف بعض المصادر حول تقرير سري من طرف السفير الجزائري إلى سلطات في باريس حول الوضع في الجزائر، أهمية الانتخابات الرئاسية الآن حسب السفير، وقال أن الآن الجزائر مغلوقة ما عندهاش مؤسسات شرعية ولا رئيس شرعي، والجزائر كل الأبواب مغلوقة لأن ما لقيناش مع من نهضروا، هذا ربما يؤثر على مصالح فرنسا. خلينا نسمعوا هذا التقرير ثم حبيت نسمع رأيك. جمال علينا شو رايك في هذا التسريب، وش رايك في هذا الموقف الرسمي من السفير الفرنسي التقرير هذا اللي عطاه اللي بعثوا للسلطات في باريس؟ جمال علينا هذا التقرير مثل هكذا تدخلات من فرنسا متوقعه، لانها كما قال الاخ من قبلي وضع نفسها في وضعيه ال نقولوا الوصي على هذه البلاد هذه، ومصالح نتاعها لا شرعيه كثيره، على الرأي دفع على مصالحها وهذا من شيء عادي، ولكن لقات في مقابل لقات الشعب راه يقاوم باش يتخلص من هذه الوصايه الفرنسيه، وراه يتناور باش تصيب بعض من ربما في داخل السلطه الحاليه باش تصيب حلفاء اللي قادرين ينقلبوا ويقلبوا الوضع على يعني راس على عقب. يعني خاصه سي جمال ربما في التقرير من كان واضح ان فرنسا تؤيد اختيار انتخابات رئاسيه في اقرب وقت واقرب الاجال، ربما هذا يساند راي المنظومه الان. ربما خاطرش المنظومه هي في المنظومه في نفس التيارين في المنظومه وهما مساندين يتكلموا على الانتخابات الرئاسيه، كاين في اتجاه راه حاب ينظم الانتخابات بطريقه يعني سلسه وشفافه، وكاين اللي راه ربما
حاب يديرها ك يعني انتخابات كما نقولوا كما تاع بكري انتخابات مزوره ويوضعوا هما رئيس، ولكن هذه باش يعني يكون كما فرنسا راهي تقول على الوضع اللي ما راهوش مليح وراه يقدر ينفجر في اي وقت، هذا ما كاش منها، لان النظام الحالي سواء احسن النيه في العمل وفي التصرف ونيته هو ان يسلم السلطه للشعب بعد تنقيه الساحه او له خلفيه معاكسه لذلك، لا يريد مهما كانت الصفه تاعو لا يريد ان تؤول الامور الى الخراب ولا ان تكون يعني ان الثوره تنقلب الى عنفيه، ما تساعدوش لحد، لانها اذا راهي هذه الثوره هذه اولا راهي تحمي هذا النظام من المداخله الاجنبيه، حد ما يقدر يتدخل في البلاد ما دام قائمه ثوره الشعب وسلميه، خاطر حنا دائما نقولوا ثوره، ثوره الشعب سلميه قائمه على الارض تاعو، الدول كلها تتفرج ما تقدرش تتدخل، ولكن اذا انسحبنا احنا من الميدان وحبست الثوره هذا النظام راح يتعرض الى ضغوط رهيبه ويقعد يدير في التنازلات تلو التنازلات حتى ما يبقى له حتى باش يتحكم هو في السلطه. اذا مهما كانت النوايا نتاع النظام يعني حسنه تجاه الشعب او سيئه ما تساعدوش الحال ان يكون يعني ان الثوره هذه تنقلب الى ثوره عنفيه. جيد استاذ جمال علي، شكرا. ناشط سياسي كمان بالجزائر العاصمه، شكرا جزيلا. استاذ معاذ نولي ليك، يعني في هذه القضيه تصريحات بعض المسؤولين السفارات الخارج البلدان الخارجيه، قلت بلجيكا ثمنت هذا الحراك وندت الى خروج ديمقراطي واستماع الى مطالب الشعب، ومن جهه اخرى سمعنا الى هذا التسريب من تقرير السفير الفرنسي، هو ربما اتجاه اخر، قال لك لازم يكون انتخابات رئاسيه في اقرب الاجال كما تطالبه المنظومه، وقال ان الوضع خطير جدا وما عندناش رئيس شرعي وما لقيناش ما من نهضروا والابواب كلها مغلوقه. كيف تشوف هذه التصريحات والتصريحات المضاده من طرف هذه الشخصيات البلدان الخارجيه؟ بدايه يجب ان نتذكر معا ان مصدر قوه هذا الحراك منذ انطلاقه 22 فبراير هو النقطه الاولى هي السلميه، والنقطه الثانيه هي انعزالها عن الظروف الخارجيه والتدخل الاجنبي، يعني قضيه جزائريه بقت قضيه شعب يدافع عن خيار ديمقراطي. اما الظهور المفاجئ لهذه التصريحات بعد كل هذه الفتره من الزمن اكيد هو نتاج لتجاذبات دبلوماسيه ربما لم تطفو الى السطح بسبب التعتيم الاعلامي. وربما انا مثلا لو اقدم مثلا مثال واحد، ان هذه الفرجه التي قام بها وزير التعليم العالي حول محاولة أن يجعل كل ما هو رسمي بالجامعة الجزائرية سيتحول إلى اللغة الإنجليزية، أنا لا أعتبرها أنه برنامج له أهداف وله وسائل محددة مسبقا بقدر ما هو وسيلة ضغط إعلامية على أطراف محددة. لذلك ظهور مثل هذه التصريحات في مثل هذا الوقت ربما يأتي نتاج لتجاذبات دبلوماسية حاصلة لا يمكن ان نعرف الان الى اي مدى وصلت بسبب هذا التعتيم الاعلامي من الطرفين، من الطرف الفرنسي بدرجه اولى وايضا من الطرف الجزائري، لكن ما يجب ان نصر عليه هو ان هذا الحراك هو حراك الشعب الجزائري وحده، لا يقبل اي تدخل اجنبي في مساره الديمقراطي سواء كان بانتخابات او بشيء اخر، يرفض رفضا تاما انه يدلي اي طرف اجنبي برايه في هذا المجال. طيب ممتاز، شكرا معاذ. تبين انت ناشط الجماعي والسياسي كان معي الجزائر العاصمه، شكرا جزيلا استاذنا. الان معنا من الجزائر المنسق الوطني لعائلات المختطفين استاذ سليمان حميطوش. استاذ سليمان السلام عليكم. الزوف لك. والسلام عليكم والزوف ونباركوا القناه المغاربيه على هذا المجهود الذي تقوم به، القناه الوحيده التي تغطي الحراك منذ الوهلة الأولى بالنسبة للطلبة أو الجمعة أو أي حراك
يقوم به الشعب الجزائري. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك استاذنا سليمان، يعطيك الصحه. انت اللي قبلت الدعوه. اولا حبيت نسمع رايك حول دعوتها للحوار، والى اين وصلت، وخاصة الشروط التي وضعتها بعض الشخصيات التي تعتبر ربما عندها شويه شرعيه امام في اعين الحراك. كيفاش تشوف فيه؟ يعني الى اين تتجه الامور الان؟ هذه شروط النظام، عنده شروط، وانا رايحين. اولا هذا الحراك، هذا لا اسميه حراكا، اسميه ثوره سلبيه اقامها الشعب الجزائري بطريقه سلبيه وبطريقه حضاريه مده اكثر من 4 أشهر او 5 أشهر، بالنسبه للطلبه، بالنسبه للشعب الجزائري، بالنسبه للتلاميذ، بالنسبه لكل النخب، خرجوا منذ 22 فبراير ليقولوا للعصابه كفى 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 فسادا في هذا الامر. سمعنا نسمع بان هناك حوارات عده، كانت حوار الذي كان ما بين النقابات والمجتمع المدني، كان حوار الذي اقامه الرحابي وبعض الشخصيات السياسيه والمجتمع المدني، وثم اتت المبادره الاخيره الذي اقامها عرعر عبد الرحمن. السلطة لم تسمع إلى كل المبادرات منذ 22 فبراير، لم تسمع إلى صوت الشعب، لم تسمع إلى صوت النخبة، لم تسمع إلى المثقفين، لم تسمع إلى المحامين. سمعت إلا بمبادرة عرعر عبد الرحمن الذي باركها بالصالح، وأصبح بالصالح يبارك مبادرة عرعر. بالنسبة لصالح هو أصلا ليس شرعيا، بارك المبادرة، وعرعر عبد الرحمن معروف الساحة السياسية، وغير متعاون جدا مع العصابة، وخاصة عندما كان في التجمع الوطني، كان في حماس ثم انضم الى التجمع الوطني الديمقراطي. ومبادره عرعر عبد الرحمن متاكد تاكيد صريح بانها من صلح المخابرات الجزائريه او العصابه الذي ما زالت متحكمه في زمام الامور. جيد استاذ سليمان، هذه تعدد المبادرات الان حاليا، ربما هذه تعرعر فيها نقاش، فيها بصح المبادرات الاخرى ربما جت من طرف بعض الاحزاب الذي اعتبرت من المعارضه، هل هذا كما يقول البعض، ربما هذه المبادرات تخالف مطالب الشعب والحراك، والحراك الان تعدى هذه المبادرات وبعيد، هذو ربما هم مازالوا قدام، مازالوا مبادرات تاع الماضي، والشعب او ماشي في مطلبه بدون رجوع يعني. أولاً أنا الأستاذ لا أسميها معارضة في الجزائر، لأن ليس عندنا في الجزائر معارضة حقيقية، كلها يشتريها النظام ما تشاء وما أراد. لا توجد هناك مبادرة سواء كانت أحزاب إسلامية أو ديمقراطية أو أي أحزاب، لا توجد هناك معارضة حقيقية تقف مع هذا الشعب. كلها هذه المعارضة بين القوسين تخرج من كواليس النظام الفاسد والمستبد. جيد استاذ. نعم. بالنسبة للشخصيات، جميلة بحيرة مشكورة على موقفها، بالنسبة للأستاذ مصطفى بوشاشي مشكور على موقفه، وبالنسبة للدكتور أحمد الطالب الإبراهيمي البيان الذي فعله البارحة كان مشكور جدا، قال لهم حافظوا على الثورة ولا تتركوهم يأخذوا هذا الحراك من أيديكم. نحن وثم نسمع الأبواق التي تكون
في حضن النظام الفاسد والمستفيد، يقولون لباد هناك تدخل اجنبي، ولا مثلا لا تدخل اجنبي ولا اي شيء، حتى السفير الفرنسي، الموقف السفير الفرنسي ما دخله في مشكل الجزائر، مشكلنا سنحله ما بيننا. استاذ سليمان ربما عندي فقط بعض اللحظات حبيت اسمع رايك فيما يخص، انت قلت هذه الشروط، هل يمكن ان اقول ان هذه الشروط تجعل الحوار او دعوه الحوار ولدت ميته، ما عندهاش اي مستقبل امام هذه الشروط بعض الشخصيات وشروط النظام اللي هو يقول ان الشرط الوحيد هو الاقل نهضروا فقط على الانتخابات الرئاسيه وليس شيء اخر؟ نعم، هي كل هذه المبادرات ولدت ميته لان لم تكن عندهم نيه امام الشعب وامام التاريخ وامام الله، لان هذه مسؤوليه أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب الجزائري، لم تكن هناك عندهم نية حقيقية لحل هذه الأزمة. نحن سمعنا حتى خطابات القايد منذ أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر، القايد يخطب للشعب الجزائري، بأي صفة يخطب القايد؟ هل وزير الدفاع الوطني ونحن قالوها الشعب الجزائري سواء الحراك يوم الجمعة أو الطلبة، نريد دولة نزلية ليس دولة عسكرية، نحن نريد دولة قانون، دولة حريات، دولة حكم الرافد، هذا واش راهو يحوس عليه الشعب الجزائري. الشعب الجزائري راهو يقول، وحتى نلتقي فيما بعدنا في الشوارع، في راهو يقول باللي احنا حبينا نعيشوا الحريه، حبينا نعيشوا احنا الكرامه، حبينا احنا نعيشوا في دوله حق وقانون. وانا خاصه اتوجه الى كل الشعب الجزائري سواء النساء اطفال الابناء، نبقى محافظين على ثورتنا السلميه وبكل حضارية، ولم نترك أي واحد يفسد علينا هذه الثورة السنية، ونبحث لحد الشعب الجزائري لحلول التي تكون حلول منطقية، الحلول التي يراها الشعب الجزائري حلا سياسيا قويا من طرف شخصيات نظيفة، شخصيات عندها وزن في الساحة السياسية. نروحوا إلى مرحلة انتقالية، بعد ما تكون مرحلة انتقالية ويأتوا بشخص نظيف مع بعض المجموعة من أجل مرحلة انتقالية، ونذهب إلى دولة حق ودولة قانون. جيد. أستاذ سليمان للأسف عندي فقط دقيقة، ربما أنا واصل فكرتك، ربما عندي دقيقة. بالنسبة للسفير الفرنسي، ما دخل له بالمشكل الجزائري؟ لو كانت عندنا دبلوماسية قوية بمعنى الكلمة لتحدث السفير الفرنسي، ما دخل له بالمشكل الجزائري. واضح أستاذ سليمان حميطو، شكرا جزيلا، الفكرة واضحة. شكرا أستاذنا المنصة الوطنية لعائلة المختطفين، كان معي من الجزائر العاصمة، شكرا جزيلا. نولي لك أستاذ عزيز عريب، ربما عندي مسألتين، عندي وقت قصير جدا. اولا هذا الخبر العاجل كما تشوفوا فيه المشاهدين على القناه، انهاء مهام الغريب القصير القائد الحالي للدرك الوطني، و داروا في مكانه عبد الرحمن عرعر. استقبلت ولا شي شيء غير سوهاما سي البوفوار ماكي، عرعر هو اللي وجد لو ديالوج بين يعني في اذا كان هو يعني إذا حسب الاخبار عبد الرحمن عرعر فيان دو فوار سا سي تا كونفيرمي سمعنا صافي دوبي بلوس دو 10 جور كو بالقصير الي الاكاديمي يتنحى يعني ينحيوه هذه دخلت في حرب الاجنحه، هذا كل واحد ما كان حتى اجنحه، حرب العصابه الوحيده اللي بقات، حرب عصابه باسكو بور مو الاجنحه وراهم الاجنحه هذه، حرب بين يعني اونتر لي كلون دو ميم عصابه دو ميم مافيا. دونك اجوردي تبين، اي سي فريمون يعني تبين لنا، يفون بروفي بلي
اون فافوار لي زانفورماسيون بلي عرعار عبد الرحمن كي انيسيي لو ديالوغ ناسيونال داروه لو شيف تاع لا جوندارميري يا ان كرون بون دانتيروغاسيون كيسكي بريبار سولا نوليو على لو يعني لو رابور تاع اكزافيي ديونكور دريونكور تاع الامباسادور دالجيري دو فرنسا اون الجيري نعتقد لو كان يقرا واحد سي كيلك شوز دو تري دونجورو لاوقم تري تري دونجورو ولات الجزائر يعني شغل سي اون بلاك تورنونت تاع فرنسا اللي يعني بور لونريشيسمون دو لا فرونس اي سي اون بروف كو دوبوي 62 وقالها بورقعه لو في الحبس وان شاء الله ربي يطول في عمره وقالها الاخ بوعقبه dans une télévision Bouakba c'est un grand journaliste et c'est pas quelqu'un qui peut يعني قالها ديجا ان 62 كي دخلت لارمي دي فرونتيير الى يو لا فال دو دو غول الى يو لا فال دو دو غول سيتادير بومديان كي دخل من 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 المغرب من وجده الى يو لا فال دو وقبلهم ثانيا لا بروف سي كو بومديان اليسي العسكر الفرنسي بور فير يعني خلاهم عطاهم لوتوريزون باش يديروا لي زيسي نيكليير في رجال هذه واضحه هذه معروفه في التاريخ فقط خلينا خاطر سمح لي سي عزيز ما عنديش بزاف الوقت قضيه اللي حبيت نهضر عليها قضيه هذا النيران هذه ليزانسوندي اللي راهم ياكلوا في الثورات الثروات الغابيه تاع الجزائر يعني وراء الامكانيات شفنا الجيش العسكري الجيش يبعث طائرات عسكريه باش يبعث الانصار وراهم الامكانيات هذو خلينا نشوف هذا الفيديو يعني محزن جدا باش نشوف هذه راهي صايره في الجزائر خلينا نشوف هذا الفيديو اذا كان موجود ولا ont été enregistrés ces dernières 48 heures dans la wilaya de Tizi Ouzou selon la هذه بعض المظاهر النيران اللي كلات هذه سلاريز سال لاكاستا السيارات في طريق درع الميزان تيزي وزو ودفالي شوف يعني وين راهي الامكانيات هذيك تاع النظام ولا ما يستعملهاش الان الشعب الجزائري يحتاج هذا تسخير هذه الامكانيات المهم بالك ما كاش بيبليسيتي كبيره دونك ما يستعملوهاش عم يستعملوها غير وين ياكلوا ولا يديروا بيبليسيتي على روحتهم واش تقول سي يعني للاسف هذا النظام ما يستعملش يعني لي مويان تاع الجزائر لي مويان لمصلحه الجزائر لمصلحه الشعب بل يستعملوها في اغلبيه في كل الاحوال لمصلحه النظام لمصلحه يعني بور مانتونير لو سيستيم اون في انا نتمنى باش تكون ما تكونش يا ربي العالمين ما تكونش الموتى باسكو سا سري طرطريه ونتساءل حسب الاخبار فيه خسائر فادحه ماديه بصح كيفاش هذا الرئيس كيفاش هذا الوزير الاول سخر يعني شحال لي زافيون باش يروحوا بور ريكيبيري ان ماتش دو فوتبول خاطر ايزون لابيتيد دو ريكيبيري لو سبور بور سفير اون بوبليسيتي بصح اي نون با ريوسي Ils n'ont pas réussi. Même tout, la plupart des joueurs, ils ont déclaré que la coupe il est dédiée au peuple algérien. Ils me disent qui fait Sakhar, tous les moyens, pour تحبس الجي باش تغلق كل طرق تاع كل الطرقات تاع الجزائر ما يروحش الشعب وما تقدرش تسخر لي مويا باش تطفي النار اللي راهي وخاصة كل سنة كل عام نفس المشكل كل عام يعني ماشي حاجة جديدة يعني سيربريز لي زافيون هذيك اللي عندهم الماء ما عندهمش ما قدروش يشرو ايزون اشتي دي زافيون دو كومبا ايزون اشتي دي هيليكوبتر دو كومبا ايزون اشتي ما يقدروش يشريو هذه سي لا ريشيس du peuple algérien. Allah et est... avec l'argent du peuple algérien. يعني الان تسال يعني la responsabilité, la conscience تاع الناس هذوك كيفاش يخليوا النيران dans les villages, dans les villes, dans partout. شفت بجايه دي سيت كي اونت ايتي حتى يعني مناطق اخرى داخليه في كل المناطق في كل المناطق هنا الانسان يتساءل ايفيكتيفمون هاو سخروا كل لي مويان تاع الجزائر باش يديو الناس بور ماتش دو فوتبول وما يقدروش يشريو دي كنادير باش يطفيو النار باش على ليميت فو دوموندي دو لاد انترناسيونال يجي يا سيدي صح بارك الله فيك سي عزي اعراب شكرا جزيلا على كنت معنا اليوم في الاستوديو تنمير ثمقراط اذا هذا الخبر كما راكم تشوفوا في الشاشة انهاء المهام الغالب القصير كما قلت القائد التذكر الوطني وتعيين عرعار عبد الرحمن هذه الاخبار وان شاء الله اذا كان في اخبار
القايد والإمارات، القايد والإمارات، حماية العصابات، حماية العصابات، القايد والإمارات، القايد والإمارات، حماية العصابات، حماية العصابات.